أولادنا أكيد من أولوياتنا في الحياة، واهتمامنا بهم أكيد واجب. التنمر عادة ما نسمع به كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة والموجود في أغلب المدارس. كيف نكتشفوه، أسبابه، كيف نقدر نعالجوه، كيف نقدر نساعد طفلنا اللي ممكن تكون عنده حالة التنمر؟ حفيظه، هو موضوع فقرتنا توا. بالضبط، وكيف حتى نبدو نصنف التنمر على أي أشياء آخر، شيء آخر يتعرض له الطفل بشكل عام إذا كان في المدرسة أو حتى اجتماعياً مع أسرته أو في الشارع مع أصحابه أو جيرانه. تمام، أكيد هذه الفقرة فقرة تفاعلية، حنقول كل تعليقاتكم الخاصة بهذا الموضوع على صفحتنا على الفيسبوك 218tv.net وعلى حتى اللايف. حنكونوا على اللايف نحن حالياً، تقدروا تعلقوا من خلال اللايف حول هذا الموضوع وتعطونا رأيكم حول موضوع التنمر يلي يحدث في المدارس عند الأطفال أو التلاميذ. ولكن إحنا درنا تصويت عبر الفيسبوك، وكان السؤال شنو هو سبب انتشار ظاهرة التنمر في المدارس، فكانت في نسب متفاوتة بصراحة ما بين الاحتمالين المطروحات في السؤال، وهو الاحتمالين إهمال الأهل أو المدرسة أو عدم الإبلاغ عن الحالات. فكانت نسبة إهمال الأهل والمدرسة بنسبة 71%، والاحتمال الثاني عدم الإبلاغ عن الحالات 29%. أعتقد عبير نسبة يعني متفارقة بشكل كبير جدا. واقعية بصراحة، لو نشوفوا مجتمعنا الليبي دائما عندنا الخوف أو العادات والتقاليد، بنحن خايفين إحنا نبلغوا على حالة طفلنا، فعدم الإبلاغ هو أعتقد هو سبب رئيسي جدا بأن طفلنا يصاب بالتنمر. بالضبط، ولكن الشيء المهم جدا نبغى نوضحه أن التنمر يعني شيء متعارف عليه، ولكن نحن مش عارفين حتى المعنى، الأغلب مش عارف معنى كلمة التنمر، تعريفه أو التعريف الدقيق أو الأصح. بالضبط، التنمر هو إصابة تحدث للطفل من ناحية التعامل، إذا كان لفظي، إذا كان بالضرب، إذا كان عاطفي، من المجتمع، من المدرسة، من المدرسين، من الطلبة، زملاء، تعرض للضرب، يتعرض لأي للألقاب، يتعرض لكثير من هذه الأمور. ونحن عندنا أبناء مثلا وعندنا عائلات، من واجبنا نكون حريصين جدا ان ما نخلوش هذا الامر يتفشى اذا كان في 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 اولادنا، او حتى نحدوا عليه اذا كان حد اصيب به. اكيد حيكون معنا استاذ مختص في هذا الموضوع، السيد سامي جوادي ومدير جمعيه نور، حيكون معنا على الهواء مباشره حتى نتكلم معاه اكثر وبالتفصيل على حالات التنمر الموجوده عند الاطفال، وكيف نقدر احنا نساعدوهم ونتخلصوا من هذه الحالة. من خلال الاستفتاء على الفيسبوك حول هذا السؤال كان في بعض التعليقات. زهرة محمد تقول ولي الأمر هو اللي ينمي هذه المشكلة في الطفل، من خلال يقول للمعلم أي شيء يدير ابني أضربه أو خذ راحتك فيه بمعنى. وفعلا هذه أحيانا تحدث بشكل كبير ونحن نشوفه فيها. أيضا منجي جلادي يقول فعلا التنمر قعد جزء لا يتجزأ من حياة الطفل وله عواقب في المستقبل. مظبوط، صح، احيانا الخطا اللي يصير ان العائله ما تكونش مهتمه واجد بابنها، يعني حالته النفسيه شن عندها مشاكل. بالضبط، وهذا يرجع ايضا حتى لمراجعه اولياء الامور للمدارس وشوف ابنهم وين واصل، مثلا اذا كان دراسه يعاني من مشاكل، وهذه صله اتصال ما بين الام او الاب لابنهم. صح، يعني نقدر نقول احفظه يعني في الحاله هذه او على حسب التعليق انه نرجع دائما الى التربيه من البيت، يعني دائما حسن المعاملة للطفل أو التعامل معه بشكل حضاري وبأسلوب راقي، ممكن يعني الشيء يخلي إن احنا نتفادوا ممكن حالة التنمر اللي تصيب الطفل. يعني الخلاصة إنه الموضوع ممكن من الأساس من التربية في البيت اللي ليها جزء كبير لعلاج هذا الموضوع. شادة تقول فعلا التنمر أصبح شيء سائد في المدارس بشكل كبير، وهو إساءة وإيذاء موجه من قبل الفرد أو حتى مجموعة تحدث، والمجموعة تكون أضعف من الثانية، وفي الأغلب تكون حتى جسديا، وهي سبب عدم رقابة المدرسة عن أوضاع أو حالة التلاميذ داخل المدرسة. طبعا حتى الأخصائي الاجتماعي الموجود بالمدرسة له دور كبير جدا في توجيه ومتابعة الطلبة. وفي نفس الوقت نحن نبغى نقول بان يعني الحالات اللي تعرض لهذا النوع من التنمر
اذا كان ابنائكم، اذا كان حد سمعتوا عليه، يا ريت تعطونا حالات تحكونا نعرفوا حتى الحاله يعني. وحتى من اي مدينه وكيف تعاملتم لو كان في حلول لهذا الموضوع. عبير، الاهل دائما اللي هم الجزء الاكبر في اللوم من خلال توجيه ابنائهم، رؤيتهم وضعهم تغير، حتى السلوك في البيت يعني نشوف ولدي منطوي على نفسه، زعلان ما عادش بيمشي مدرسه، اكيد في له اسباب، لان اغلبهم اطفال ما يعرفوش تفاصيل كيف تعاملوا، فابسط شيء يقول لك انه ما عادش بنمشي شنو للمدرسه. صح صح، لأن مش خلاص. شرط يكون عنده تنمر، بس لازم على الاهل هم دائما يتبعوا ابنائهم، يعني سواء كان منطوي او ما بيش يمشي المدرسه او حزين او زعلان، يعرف السبب شنو هو باش يقدر يعالجه باش ما يوصلش الى مراحل متطوره في المستقبل. انا حنقرا اللايف محمد، طبعا سؤالنا نذكره به مره ثانيه، شنو هو سبب انتشار ظاهره التنمر في المدارس بالذات؟ هبه محمد تقول المدرسه والبيت وعدم الاهتمام، يعني نرجع لنفس الاسباب اللي هم الاساس، المدرسه البيت بعدين المدرسه. محمد الشرقاوي يقول صباح الخير، نهاركم سعيد ان شاء الله، شكرا لك يا محمد. احمد يقول التنمر احكوا لنا عليه اكثر. حاضر، اكيد حنحكوا لك عليه اكثر يا محمد. بس ما تقول من بعض الاسباب هي ضيق الحال ومعاناه الاسره التي ينعكس بعدين على نفسيات الاطفال وسلوكهم الذي يبدا او يتسم بالعنف والتنمر على زملائه في المدرسة مثلا. ممكن طرحت يعني ملاحظة نقولوها على السريع محمد، بأن الأوضاع الحالية الموجودة في ليبيا، لو نتكلم على ليبيا بحد ذاتها، الأوضاع الموجودة اليوم من أوضاع اقتصادية اجتماعية، يعني أوضاع نقدر نقوله ان هي سيئه يعني. صح. نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ربما تزيد من حاله اكتئاب عند الاطفال او تزيد من سوء وضعهم داخل المدارس، ولكن هذا لا يعني بان احنا ما عندناش اشياء جميله ربما تعوضنا في حياتنا عن هذه الاوضاع السيئه الموجوده في ليبيا. بالضبط، وفي نفس الوقت الاهالي مفروض ما ياخذوش الموضوع بحاجه بسيطه، بالعكس ياخذوها لازم بعين مهمه جدا، لان هذا ياثر سلبا في حياة الطفل لقدام، يعني إذا كان في مرحلة الإعدادية أو حتى مرحلة الثانوية أو الجامعة، لأن موضوع جدا خطير. في حد حكى عبد السميع يقول قبل كنا نضربه وننضربه ويضربوا فينا الكبار وما صرنا شيء، يعني تنمر أول مرة نسمع به، بالعكس هو شيء موجود في حياتنا، ولكن نحن ممكن نتغاضوا عليه أو ممكن الثقافة ما تكونش متسعة بشكل كبير، ولكن هو بالعكس موضوع جدا مهم ولازم نوقفوا عليه ونركزوا على حياة أبنائنا كيف تبصير من خلال المشاكل اللي تعرضوا. أكيد، ولأنه مهم حفظة، حناخده معنا عبر الهاتف الأستاذ سامي الجوادي، مدير جمعية نور الحياة والمهتمة بوسائل التعليم وتقنيات التعلم الخاصة طبعا فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال. فصل الخط، أكيد حنرجع ونتصلوا بالأستاذ سامي الجواد حتى نتكلموا بأكثر تفصيل وبأكثر عمق، لأن دائما المختصين في الأمور هذه ممكن يعطونا معلومات تساعدنا في حياتنا أكثر. وفي نفس الوقت في أسئلة كثيرة جدا أكيد يطرحوا فيها المشاهدين من خلال ما يشوفوا فينا في الصبح، ويقولوا كيف نقدر نتغلب عليه، كيف نقدر نعرف أن ابننا يعاني من هذا الموضوع أو لا. أكيد هذه الأسئلة كلها حنتحدثوا فيها بعد يعاود بينا اتصال سامي الجوادي. ولكن عبير، أنت كأم اليوم يعني حريصة أنك أنت تركزي على ابنك من خلال تصرفاته إذا تعرض لهذا مثل هذا النوع، بدأت هو يمشي حاليا لروضة ويختلط بالأطفال؟ دائما بصراحة عندي خوف، يعني من أبسط الحاجات لما ألقاه قاعد بروحة مثلا نقول خيرة مثلا، أو لما يروح من الحضانة مضروب أو شيء طبيعي يعني طبعا. مرة فنقول ليش ضربك الولد. حناخده الأستاذ سامي الجواد على الهواء. صباح الخير استاذ سامي. الو، صباح الخير. صباح ألو. الخيرات، اهلا وسهلا بك. اهلا بكم. طبعا ناسف لانقطاع التكرار، انقطاع الخط بسبب عدم مشاهده، للاسف ما قدرتش اتابع الحلقه بيتها. وشكرا اول شيء على استضافتكم للموضوع المهم جدا، ليحدد حياه مستقبل اطفالنا الصغار والمراهقين كذلك. طبعا، يسعد صباحك سيد سامي. بداية التنمر كيف تقدر تعرفه لنا وتعرفه للمشاهد اللي يشوف فينا اليوم؟ يعني التنمر طبعا التعريف العام والمتعارف عليه هو مثلا لما
يدير طفل او مراهق او مجموعه منهم بايذاء مثلا يقوم طفل او مراهق او مجموعه منهم بايذاء طفل او مراهق اخر باي شكل من الاشكال. مثلا ممكن تكون هذه بسبب تكون بشكل تهديد او بشكل فضح للطفل هذا او المراهق او اخذ اشياء منا او ممتلكاته الخاصه ولا تحريض اصدقاء ضده. يعني ممكن يكون الاعتداء عليه بالضرب او اعتداء عليه جسديا او باي طريقه. السخريه منا بكلمات او حركات او ايماءات معينه. طبعا جزء من مشاكل التنمر قد من اطلاق شائعات كاذبه. وطبعا الاطفال للاسف هنا ممكن يكونوا زي ما قلت اقول مجموعات او ممكن يكون عن طريق شخص لشخص يهدد بامور خطيره. مثلا انه هو حيصحى انه هو بيكسب سر خطير او سر مشكله ويخاف الطفل. طبعا يستخدم المتنمر غالبا اسلوب التهديد ياخذ منه اكله او شربه او طبعا الاستفزاز والمضايقه. نعم استاذ سامي. التنمر نعم طبعا اسباب كثيره لحالات التنمر عند الاطفال، ولكن في البدايه اللي هي النقطه الجوهريه هنا، كيف نعرف ان ولدي مصاب بالتنمر او لا؟ العلامات الاساسيه او الاعراض؟ طبعا تشوف كيف تعرفي ان الطفل تم التنمر عليه ولا لا؟ صح سؤالك. نعم تفضل نسمع فيك. تفضل. التنمر طبعا يكون واضح عليه حتى اول ما يروح للبيت تلقيه مثلا مرعوب، هبوط مستواه الدراسي، ما عادش مثلا مستواه الدراسي صار في الاول، لان غالبا التنمر يصير في سن المراهقه وما قبل المراهقه. يعني تشوفها في الزياد من صف الخامس ابتدائي زي ما نقول، السادس، السابع، الرابع، حتى هي يوجد فيها الثالث. ال 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 الخوف، هبوط مستوى الدراسي للطفل. مثلا الطفل ممكن يكون يطلب في حاجه زايده من اهله، لان ممكن يكون المتنمر يستخدم في اسلوب التسلط والقوه ويحاول انه يجبر الطفل انه يجيب له مثلا ادوات اكثر، يجيب له ملابس، حتى يجيب له اكل زياده بس ياكله هو في البيت. يكون مرعوب، يكون حتى في فتره النوم يكون ما يقدرش يربط كويس، يعني يكون عنده اضطراب في النوم. يكون عنده خوف دائم، يكون عنده مثلا ما يبيش يقابل اشخاص معينين. خصوصا في الاطفال، يكون عنده مثلا حتى يعني الرغبه في انه ينتقل من مدرسه لمدرسه ثانيه، او يحول من فصل لفصل ثاني، يكرر الموضوع هذا لاهله. غالبا ما للاسف يواجه الطفل هنا تصدي من الاهل، ليش؟ كيف؟ والاسئله هذه تربط جدا الطفل، خصوصا في مجتمعنا احنا وظاهره التحرش في، يعني مش ظاهره، هي مشكله. لان هي وجودها من زمان ظاهره التحرش، يعني انا عم تجربه شخصيه، ويعني شفت التنمر وتم التنمر علي، وممكن يكون حتى انت تنمرت بسبب انه تم التنمر علي. نعم. لكن اليوم احنا في نعم. سيد سامي، نقطة مهمة جدا تحدثت عليها وملاحظات جدا دقيقة، ولكن بنسألك حول دور الأخصائي الاجتماعي. نحن نعرف عنده مهام كثيرة في المدرسة، ولكن دوره حول هذه النقطة، يعني كيف يكون الأخصائي الاجتماعي يعني مركز جدا على موضوع التنمر اللي يكون منتشر بين الطلبة، إذا كان طفل أو طالب تعرض للتنمر أو العكس، يعني يكون شخص عنده أسلوب عدائي اتجاه الطلبه اللي معاه في الفصل او في المدرسه. هو طبعا احنا اليوم في يعني اداره للاخصائيين الاجتماعيين في وزاره التعليم، اللي هي اداره الخدمه الاجتماعيه والصحه المدرسيه بوزاره التعليم، اللي تحاول تقوم بدورها في الحد من ظاهره التنمر. وناقشت السنه الماضيه ظاهره التنمر، وكانت يعني الاولى، المره الاولى في ليبيا ناقشها ظاهره التنمر بشكل موسع. ولكن ما كانش في دور زمان للاسف الاخصائي الاجتماعي، ما كانش يعرف يحل الحلول هذه. لكن اليوم ممكن تكون عنده بعض الطرق والاليات الاخصائي الاجتماعي انه يناقش ويواجه الظاهره الخطيره هذه. هو دوره بالضبط المفروض يكون، يعني هو دور المدرسه كلها. من المهم انه يكون مثلا قرار المدرسه عادل جدا ومحق. يعني ياخذ من الاخصائي الاجتماعي ياخذ حق الضحيه ويعاقب المتنمر. وطبعا يكون العقاب مع مش يعني فوق اللازم، يعني مش الضرب اللي نشوفه فيه اليوم في المدارس للاسف. نعم.
نعم طبعا يمكن انه نعم. يدخل في برامج الخدمه الاجتماعيه برامج ودورات توعويه والمائيه والوقائيه، تعلم الطفل وتعلم الاسره كيف يحمي نفسه من ظاهر التنمر، تعزز الاخلاق لدى الاطفال داخل المدارس وتعلمهم كيف ان هم التنمر اسلوب غير اخلاقي، اسلوب غير سوي، اسلوب كويس، لان هو ممكن ياثر عليك وياثر على زملائك. يعلم القيم التسامح والاحترام الاخر اللي هي دور مفروض الخدمه الاجتماعيه الخدمه الاجتماعيه داخل المدارس انها والاخصائي الاجتماعي انه يديرها للاطفال باش يتعلموا مبادئ قيمه جدا. نعم. حد من ظاهر التنمر في المدارس. نعم، طيب بصفتكم يعني جمعيه متخصصه في شؤون الطفل، يعني هل عندكم احصائيات ولو حتى مبدئيه بكم نسبه التنمر في الموجوده في ليبيا؟ للاسف الا نسبه التنمر لم يعني في دول هي مشكله تهدد العالم كله، يعني وظاهره في اغلب البلدان. نعم. العالم، لكن صحيح. وحتى الدول العربيه. نعم. من زمان لها يعني تعطيل في محاربه الظاهره هذه ومحاوله الحد منها، لكن في مجتمعنا الليبي للاسف هي يعني حاليا قلت لك يعني السنه اللي فاتت كتبت اداره الخدمه الاجتماعيه مع بعض مؤسسات المجتمع المدني انها تحاول تحد من الظاهره هذه. فاللي اليوم في ليبيا ما فيش احصائيات، لكن احنا من خلال عملنا كنور الحياه، احنا جمعيه خيريه تاسست سنه 2013، بدات العمل سنه 2016، انطلقنا بعده مبادرات في حمايه الاطفال من التحرش، من سلبيات الانترنت. نعم. لاحظنا يعني بشكل كبير، يعني كل ما نمشي لمدرسه يحكون الاطفال ويشاركوا فينا في مشاكل خطيره قد تصير معهم في المدرسه او من تنمر. يعني كان سببها اساسا التنمر، مثلا عندنا احنا التنمر الالكتروني مشكله خطيره جدا تواجه الاطفال، تهديد بالصور من طفل شخص كبير يدخل على الانترنت وينقل صور غير اخلاقيه لطفل، او كذلك يبي يقول له احنا ننفع عمرك نبي نتلاقى معاك، فيقتنع الطفل او الطفله تطلع تشوف ان حد اسوء منها، هذا حتى هو تنمر يعني. كويس سيد سامي، نقطة جوهرية جدا، الانترنت احيانا يكون باب اخر بحكم انه في تواصل اجتماعي بشكل كبير في عدة مواقع واصبحوا يدخلوا له حتى اطفال في صغار السن، ولكن هنا شنو دور العائلة تحديدا الاب والام من 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 زاوية الانترنت، لانه يستخدموا فيه عادة في بيوتهم، يعني كيف يقدروا في هذه المرحلة يكونوا مركزين ومتابعين الاخطاء اللي تصير من خلال عبر الانترنت؟ طبعا المفروض ان الاب والام يراقبوا بشكل كبير اطفالهم وخصوصا المراهقين في الموضوع، او الاطفال يعني من وقت استخدامهم للانترنت. احنا دائما ننصح ان الطفل المفروض ما يستخدمش النت الا بمراقبه اهله، انه يشوف هو شنو يبحث، هو شنو يدور، يوروه الحاجات المفيده. الانترنت سلاح ذو حدين، هو مفيد فعلا لان الطفل ياخذ معلومات قيمه منه، لكن قد يكون في استخدامها جدا لو ما كانت تحت مراقبه الوالدين، لان طبعا يوجد تنمر الكتروني يوجد من يبالغ للطفل او يسبب له نوع من الايذاء النفسي او العاطفي. مثلا الطفل يكون على الانترنت حد يقول مثلا انت شكلك، انت اسلوبك، انت يعني، وهذا نوع من هي الانتياز برا، لما يتلقى هو برا ممكن يصير له نوع من الاذى سواء كان اذى نفسي او عاطفي او حتى تحرش جنسي غالبا يصير للطفل من خلال التنمر الالكتروني. نعم سيد سامي، ننصح الاهالي، ننصح المدارس انها تقوي دورات التوعويه للطفل والمراهق في كيفيه استخدام الانترنت. سيد سامي جوادي، نشكرك على كمية المعلومات المهمة جدا التي تطرقت لها في خلال صباح اليوم معنا. سامي جوادي مدير جمعية نور الحياة، وهي مهتمة بوسائل التعليم والتقنية وفي نفس الوقت تتعلق بعنف ضد الأطفال. شكرا لك، كنت معنا في الصباح. عبير تحدث عن نقاط جدا مهمة وقال أن لازم يكون فيه رقابة ترجع للأهل، وقال أن الأهل لازم يكونوا متابعين أبنائهم في المدارس أو حتى مع من يمشوا مع من يجوا في نفس الوقت، حتى عبر الإنترنت اللي هو أصبح سائد، وحتى الأطفال عندهم حسابات عبر الفيسبوك أو تويتر أو غيرها من هذه الأمور. أكيد في ناس كثيرة علقت، احنا حنقرون عبير حول هذا الموضوع من خلال اللايف، تقدروا تعلقوا، نحن أكيد نقروا تعليقاتكم ونشوفوا آرائكم وكيف أنتم عندكم حالات، عندكم سمعتوا على هذا النوع من المشاكل. التنمر شيء يعني موجود من فترة طويلة، ولكن ثقافة علاجها ممكن مش بشكل كبير كانت منتشرة أو ناس واجدة تفهم أو تعرف كيف تقدر تخطى هذه المراحل مع أبنائها.
أكيد محمد، الانتباه على الأهالي على هذا الموضوع بالذات خاصة في وقتنا الحالي. همسات المطر تقول أكيد هذا انعكاس على الوضع الأسري أو الاختلاط بمن هو عدائي في الحياة، بالتالي فإن الأطفال يتأثروا بأي سلوك عدائي وهذا الشيء طبيعي طبعا. باسط يقول أو علي يقول إن سببه الفقر والوساطة والاستغلال والوظائف المختلفة والتفاوت في المستوى المعيشي بين الأسر. وهنا دور الأسرة إن هي كيف تقنع ابنها إنهم هم هذا دخلهم المحدود أو هذه هي حياتهم عيشتهم، يعني دور الأب والأم في إقناع الابن يكون قنوع بشيء اللي هو عنده، وفي نفس الوقت ينمي فيه قدرة إنه هو يكون أكثر معطاء، وفي نفس الوقت يكون عنده أحلام وطموحات يغير أو يحسن من الوضع بشكل عام. نعم، هل عندك تعليقات؟ في أحمد إسماعيل يقول فعلا يكون الطفل عدائي في الشوارع وفي المناسبات، يعني في الأفراح أحيانا يتعرضوا الأبناء إلى الضرب من قبل أطفال ثانيين ممكن حتى هم يلعبوا، وفعلا هذه منتشرة بشكل كبير جدا في المناسبات، يكون نسمع أن في مشاكل بين الأطفال، حتى هو نوع من التنمر يكون منتشر، ولكن يعني بزحمة الأطفال يطلع ويكون في عزة كبيرة جدا. محمد، يا ريت حتى نقللوا من ثقافة العيب، يعني حتى لو أنا مع مجموعة من الناس أو في مناسبة وابني مثلا منطوي، يا ريت يعني ننبه الناس على حالة ابني حتى من سبب لاش أي حرج، يعني بالعكس هذه يعني لمصلحة ابني مش لغرض ما أو لأنني متحشمة وما نبيش نقول كذا أو كذا، بالعكس هذه أشياء طبيعية تحصل في الحياة، كلنا نتعرض لحالات مرضية سواء كانت نفسية أو طبيعية زي ما نقول يعني. رضا يقول السبب الرئيسي الأهل ومن ثم المدرسة وبعدها برامج العنف للكرتون يلي تعرض عبر الشاشات، وهي فعلا صح. أحيانا يكون الأطفال يقلدوا في 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 تصرفات، يكون في الرسوم المتحركه وما يكونش في تنبيه من اولياء الامور او الاهل، في نفس الوقت ما ننسوش ان الطفل في سن عمريه معينه يلقط وياخذ يتعلم اي شيء، يعني قاعد يكون في شخصيته. تمام، حنمشوا لخطوات تساعدنا او على حمايه طفلنا من التنمر، حنشوفوها حتى تساعدنا اكثر في هذا الموضوع مشاهدينا. حنقرا قبلها بس بعض التعليقات. عبد الباسط يقول الطفل يكون عدائي في المناسبات فقط. إبراهيم يقول عبير شن حالك التنمر سببه وعدم التفاف الأباء حول أبنائهم. حنمشوا لفاصل وأكيد حنشوفوا هذه الخطوات اللي مهمة جدا، ننصحكم أنكم تشوفوها وتتابعوها، وراجعين معكم أكيد بعد الفاصل.